أعالي جبال تكسانا. نحن هنا بالمنفذ الرابط بين العلمة وميناء جنجن. طول هذا الشطر من الطريق السيار الذي تشترك فيه ثلاث ولايات 110 كيلومترات. حصة ولاية جيجل 45 كيلومترا، لكن الأشغال متوقفة منذ فترة لأسباب عدة. في بداية المشروع كانت نزع الملكية وتحرير الرواق، ثانيا هي تحويل الشبكات بمختلف أنواعها، أسلاك كهربائية ومجاري مائية وقنوات صرف صحي. بالنسبة للمشكل الثاني هي التضاريس الصعبة. 45% هي نسبة تقدم الأشغال منذ 6 سنوات. التهم المشروع لحد الآن 180 مليار دينار. وإدراكا منها لأهمية هذا المنفذ، تسعى السلطات المحلية لبعث المشروع من جديد. لازم الناس الكل تفهم بلي هذا مشروع مهيكل، والمشروع مهيكل لازم يتم اليوم ولا غدوة، لازم يتم. محال السلطات الجزائرية اللي بعت هذا المشروع تخليه عالق. مستحقات الشركات المنجزة المتأخرة وجائحة كورونا من بين أهم العراقيل. بقاعدة الحياة هذه لا أثر للعمال الأجانب، لذا تم اقتراح تنظيم رحلات خاصة لصالح عمال الشركة الإيطالية. ولاية جيجل تحتوي على 7 مناطق نشاط وأكثر من 180 مشروع استثماري في قطاعات مختلفة. هذه الاستثمارات تعتبر ناقصة من حيث الفعالية إلا إذا قمنا بفك العزل عن ولاية جيجل. إذن انفراجة في الأفق بالنسبة لما يعرف في جيجل بمشروع القرن، خصوصا وأن المنفذ يعتبر شريانا للحياة الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.